السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس بالنسبه للناس اللي غيشوفوا اول مره هذا الفيديو، وبالنسبه للمتتبع ديالنا مرحبا بهم كيف العاده وديما. ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، معلومه جديده ان شاء الله. اليوم غنهضروا على واحد الفيتامين، هذا الفيتامين هذا اللي كيعانوا منه بزاف ديال الناس، اللي هو الفيتامين ديال الدي. وغادي نعطيكم التعريف ديالو وطريقه الاستعمال ديالو وكيف كتعرفوا بان فيتامين دي هو اساسي. لهذا الفيتامين دي هو مفيد اساسي وضروري يعني لامتصاص الكالسيوم وتعزيز الصحه في العظام ديالنا. كما انه الفيتامين دي هذا يساعد على تعزيز يعني الجهاز المناعه والحد من اخطار الاصابه ببعض الامراض مثل امراض القلب وبعض السرطانات وكسرطان القولون او سرطان البروستات. ورغم هذا يعني كيف كتعرفوا اننا كنعانيو هاد الايام من هاد الحجر الصحي وهاد المرض ديال كوفيد 19. لهذا يمكن لنا اننا نستعملوا هاد الفيتامين دي لانه يزيد يقوي المناعه ديالنا، لان المناعه ديالنا خصها تكون قويه، لان هاد المرض هذا ديال الكوفيد ما كيبغيش ان المناعه تكون عندك ضعيفه. الا لقى عندك مناعه ضعيفه يقدر يهلكك. لهذا تقدر تاخذ فيتامين دي لانه يقدر يساعدك باش يخلي المناعه ديالك يعني المناعه ديالك قويه. فلهذا كيف كتعرفوا يعني كاينين السكان في العالم كامل كيعانوا من هذا النقص ديال هذا الفيتامين هذا. وحتى يعني الدور الغذائي الا ما كانش كافي راه ما غاديش نقدروا نحصلوا على هذا الفيتامين دي. رغم اننا كنتعرضوا لاشعه الشمس، يعني الا تعرضنا لاشعه الشمس بعد دقائق يعني هذا كيحد واحد المصدر امن للحصول على ما يكفي من الفيتامين، يعني فيتامين دي. وكيف كتعرفوا ان البلاد ديالنا يعني ما كتغيبش عليها الشمس طول العام، والطريقه اللي كيعيشوا بها بعض الاشخاص يعني كيلبسوا الحوايج طوال، وكاينين بعض النساء كيستعملوا الواقي الشمسي. لهذا كتقدر ان الشمس ما تدخلش للجسم ديالهم. لهذا كيف كتعرفوا ان الجسم يعني الى الانسان ريح في الشمس راه مزيانه ليه، وماشي الشمس اللي كتعطينا فيتامين دي، راه ملي كتريح في الشمس راه الجسم ديالك هو اللي كيبني وكيكون داك الفيتامين دي في الجسم. وهذا الفيتامين هذا يعني فيتامين دي يعني راه فعال كيف كتعرفوا. وبالنسبه للناس اللي عندهم نقص ديال الفيتامين دي راه كيتعرضوا بزاف الحوايج، مثل يعني كيكون عندهم تساقط الشعر او بزاف الحوايج او مشكل في العظام او بزاف الحوايج. لهذا وهو اصلا يعني كيصلح حتى لتقويه المناعه. فلهذا يعني يقدر يعني هذا النقص في فيتامين دي سبب لنا الكثير من المشاكل الصحيه، يعني مثل مشاكل العظام او الاكتئاب او اضطرابات في النوم. ولهذا انا كنصحكم انكم تستعملوا هذا الفيتامين دي، يعني تستعملوه في الصباح لانه كيساعد وكيعطي واحد التحسن. وهذا الدور ديال فيتامين سي راه يعني معروف في تعزيز امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحه العظام والتقويه ديالها، كما انه يساعد هذا في زياده النوم ويحمي من السرطان والتقليل من الالتهابات، وكيسيطر على الامراض ديال القلب وحتى تقلبات المزاج، وتساعد في تنظيم يعني جهاز المناعه. لهذا انا كنأكد عليكم انك اللي عنده المشكل في هاد كوفيد 19 يمكن لي انه يستعمل هاد فيتامين دي، راه مزيان. ويمكن لنا اننا نحاولوا اننا نجلسوا في الشمس مده من 10 دقائق حتى 15 دقيقه، راه كافيه يعني يوميا في الصباح او قبل الغروب. لهذا انا غنعطيكم طريقه الاستعمال ديال هاد فيتامين دي اللي كتشوفوا امامكم. يعني بالنسبه للدوسوس اكونت يمكن لك انك تاخدي اون بول وحده في 15 يوم، وبالنسبه للديكير فور اي الانغرام يمكن لك تاخذي وحده من شهر لشهر، وعاوتاني على حسب الوصفه الطبيه الا غادي كان غيخرجوا لك الطبيب على حسب الوصفه الطبيه. بالنسبه للانغرام راه الثمن ديالو كيدير 49 درهم و60، وبالنسبه للديكير دوسوس اكونت راه كيدير 56 درهم. راه موجودين في جميع الصيدليات وراه مزوينين وفعالين، يستعملوهم كبار وصغار بالنسبه للناس اللي عندهم نقص في فيتامين دي. واخا ما يكونش عندك كاع النقص في فيتامين دي يمكن لك انك تستعمله، يعني كيساعد في تقويه المناعه. وبالنسبه حتى للناس اللي عندهم مشكل ديال الاظافر، عندهم نقص في فيتامين دي كيف كتعرفوا المشكل ديال الاظافر كيتقسموا ليهم، او عندهم تساقط الشعر يمكن لهم انهم يستعملوا هذا الفيتامين هذا. راه زوين وفعال بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الفيتامين دي، يعني النقص ديال فيتامين دي. لهذا انا كنصحكم انكم تستعملوه، راه زوين وفعال.
المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابعونا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، واللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل يخلي لي في الكومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.